ان ده دي سنه حياه يعني. نعم. هيجي يوم انت مش مخلد فيها يعني. نعم. يعني كان كابتن ثابت البطل الله يرحمه قال له مقوله كده، كان دايما يقول لك يعني لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك، نعم. وده طبيعي يعني. نعم. يعني انت مش هتشتري كرسي يعني، نعم. هتفضل ما قاعد عليه طول الحياه يعني. نعم. الاصابات اللي هي بلا عوده بقى خلاص، يعني احساسك دايما في الم، وحاولت احساسك دايما في... انا حاولت بتاع سنه ونص سنتين يعني، كنت باخد كميه مسكنات يعني مش طبيعيه. الأداء مش هو، الحركة مش هي، السرعة مش هي. فخدنا القرار كان يوم 12، يوم 6 أكتوبر 2006 يعني، قعدت حوالي بتاع سنتين يعني. فممكن أكون نهيت بدري في الكورة، لكن بدأت كمان شغل بدري.